لانه لما حصل شويه تضامن مع عمال البوليبروبلين وهم تمسكوا قدرنا ان احنا قدروا زمايلهم ان هم يخرجوا من الاسم، وقدروا ان هم يتوصلوا النهارده لاتفاقيه يمكن يكونوا ما خدوش فيها كل الحاجات اللي هم عايزينها، بس خدوا فيها جزء مهم من الحاجات اللي عايزينها، وما رضيوش يوقعوا على الاتفاقيه غير لما يروح المحامين يخلصوا اجراءات الاتهام بتاع زمايلهم في الاسم اللي الشركه تقدمت تنازل بالنيابه حتى المحضر في الدرج بحجه عرضه على النائب العام علشان لما الدنيا تهدى يطلعوا المحاضر ويبتدوا يدينوا العمال مره ثانيه. فالعمال كانوا منتبهين لده وقالوا لهم احنا مش هنوقع على الاتفاقيه ولا هنشغل الا اذا المحامين راحوا وخلصوا الموضوع ده اساسا. ودي في الحقيقه ما هيش حاله فريده، وانا رايي انه القيادات بتاع سيراميكا كليوباترا فكره اخدهم في الجيش الثالث وعزلهم لو هم كانوا تماسكوا زمايلهم في الشركه كانوا قادرين على ان هم يخرجوهم بصراحه شديده، لانه العمال رغم ان هم كانوا محتجزين اضرابوا وفضل الاضراب فتره وكانوا بيقولوا لهم لا ما تقضوش، وبعد ما مضوا كانوا بيقولوا لهم لا هناخد الاستقالات اللي انتوا مضيتوا عليها. فلما بنقف بنقدر ناخد حاجات، وهو ده الدرس اللي لازم نبقى عارفينه. الحاجة الثانية، حركة العمال في الحقيقة بتفضح كل سياسة الدولة. الدولة دي بتقول احنا عايزين ندور على الانتاج، فيجوا زمايلنا بتوع المحلة وبتوع مساهمة البحيرة وغيرهم بيقولوا لهم احنا في مصر عشان ندور عجلة الانتاج، اتفضلوا انتوا بقى دوروا عجلة الانتاج. فما يدوروهاش. فالحقيقة احنا المفروض ان احنا نطالب المسؤولين في هذه، نطالب ان المسؤولين في هذه الدولة يتحبسوا بتهمة ايقاف عجلة الانتاج في الشركات اللي هم موقفينها عن عمد، وان التهمة بتاعت ايقاف عجلة الانتاج اللي هم بيوجهوها لينا لما نيجي نطالب بحقوقنا في الحقيقة دي مش حقيقة، ودي حجة عايزين يضربوا بيها حركتنا. انه الحكومة دي بتتكلم عن ان هي بتحارب الفساد، فيا زمايلنا في 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 الحديد والصلب وغزل المحله وغيرها من الاماكن يقول لهم اتفضلوا ادي فاسد اهو، فبدل ما يحاسبوه يقوم يرقوه. ولسه شايلينه امبارح عبد العليم ده ومش عارفين اللي جايبينه ده اصلا شكله ايه. ان هي بتقول انا بحترم احكام القضاء، فلما زمايلنا ياخدوا حكم بقى الشركات القطاع العام ما تنفذوش الحكومه. فحركه العمال حتى وهم بيتحركوا في كل موقع لوحده في كل مكان بتقول للحكومه انت كدابه انت كدابه انت كدابه. بالفعل مش لا تقول لي اصل دول سياسه ولا دول منحازين ولا دول اي حاجه في الدنيا. حركه العمال هي اللي بتقول ان احنا لسه في ثوره واحنا قادرين نكمل الثوره، انه رغم الحظر ورغم قانون الاضراب والتضامن ورغم الاعتقالات اللي بتحصل للعمال الا انه عمال مصر مصرين ان هم يكملوا مشوارهم. وانا رايي انه دي كلها نقط مضيئة بالنسبة لنا، احنا محتاجين نبني عليها. بس محتاجين نشوف نبني عليها ازاي. التنظيم مهم، وهم عارفين كويس ان التنظيم مهم، عشان كده قانون الحريات النقابية ما بيطلعش بقاله 3 سنين، وعشان كده بيحاربونا في كل حتة، وعشان كده بيحاولوا يشوهوا الاتحادات المستقلة وما يعترفوش بيها. واللي بيحصل في عدد من الاتحادات دلوقتي بانه احنا نروح عشان ناخد اعتراف من وزاره القوى العامله فيتفرض علينا ان احنا نخرج نقول نعم للسيسي عشان خاطر الوزاره تعترف بينا، احنا محتاجين ناخد بالنا من ده كويس. لانه في الحقيقه اللي هيعمل كده بتوع اتحاد العمال فضلوا 60 سنه على ما العمال تفوا عليهم ورموهم في الزباله، اللي هيعمل كده مش هيقعد 60 يوم في الحقيقه، لان عمال مصر اتعلموا الدرس كويس. اللي رايح ياخد شرعيه من شويه موظفين في القوى العامله ومستعد ان هو يبوس الجزم ويقول انا بأيد راجل هو في الحقيقه ضد العمال بكل ما تعني هذه الكلمه، في الحقيقه ما يفتكرش ان هو هيفضل ممثل العمال كتير، لان الحكومه دي رغم ان هو بيروح يبوس الجزم الا انها بتقول انا مش عايزه غير اتحاد العمال بشتى الطرق. اصحاب الاعمال بيقولوا احنا مش عايزين غير اتحاد العمال. فاللي فاكر ان هو لما يعمل تنازلات ويبيع العمال زي ما في كلام انه الاتحادات
او الممثلين المزورين للاتحادات هيروحوا يعملوا مؤتمر صحفي عشان يقولوا كلنا مع السيسي، انا بقول لهم النقابات هتيجي تقول لكم تقدموا، انتوا مش ممثلين العمال. وعلى العمال انه لما ناس في الاتحادات تعمل ده يخرجوا ويقولوا دول ما بيمثلوناش، احنا مش عايزين هذه السياسه ولا عايزين هؤلاء الناس. انه لما يبقى في كلام انه ناس رايحه في اسكندريه تمضي على وقف الهدنه للمره ال 45 علشان خاطر متصوره ان هي تقدر توقف الاضرابات بجد، لازم نخرج ونقول لهم انتوا لا مرتبطين بالعمال ولا تعرفوا العمال ولا العمال بياخدوا اوامر من حد عشان يضربوا او ما يضربوش. العمال اللي بيحركهم هي مطالبهم. كل اللي انتوا هتاخدوه ان انتوا بتقربوا بنهايتكم في الحقيقه. وعشان كده انا رايي ان احنا في مرحله اعاده تاسيس النقابه. صراحه شديده احنا في مرحله بعد 3 سنين من تجربه اعاده بناء النقابات، ابتدينا هذه التجربه واحنا ما نعرفش بعض، ابتدينا هذه التجربه واحنا ما عندناش خبره، بس احنا دلوقتي بقينا عارفين بعض، فارزين بعض كويس، وعارفين مين بيدافع عن العمال ومين عايز كرسي ومين عايز يسافر. وانا رايي انه دي مساله لازم نحط تحتها 10 خطوط، لان احنا محتاجين نجمع بعض، بس عايزين نجمع بعض على نظافه. على نظافه مش هنجيب شويه رقص ونكسر، لا. مين بيدافع عن حقوق العمال؟ مين مستعد انه يبذل كل تضحيه علشان هذه القضيه؟ ما هو الموضوع مش بس ان انا بدافع عن حقوق العمال، والحكومه دي العسكريه دي هتبقى بتقول لي اه ده انت كويسه وبنت ناس تعرف تفضلي، لا، انا هاخد على قد ما بدافع، هاخد على قد ما بدافع جزاء وحب من العمال ونجاح في ان العمال تاخد حقها، بس كمان ممكن ابقى عارف كمان ان انا هتحبس زي زمايلنا بتوع البريد او بتوع الشبكات او غيرهم. لازم ده ما يكسرناش، لانه في الحياه احنا ما عندناش حل تاني، ما عندناش حل تاني غير احنا ندور على بعض ونلم على بعض ونطرد كل الاشكال اللي داخله على التنظيمات وعلى الحركه ومتصوره ان هي سبوبه. واحنا بقينا عارفين مين هنا ومين هنا ومين هنا. وفي الحقيقه ان الفرعي جاي دلوقتي عشان يدخل منظمه العمل العربيه، فيجي وراه عماد العربي عشان يتكلم عن الكونفدراليه، كونفدراليه ده وكونفدراليه ده، وهو الفرعي ده اللي في اخر 2011 لما قالوا له زي ما حضرت العفريت تصرفه اتكلم عن الكونفدراليه واتكلم عن الوحده والنقابات اللي وفيت له وقالت له احنا الاتحاد بتاع العمال ده احنا سيبناه وخرجنا ندي النقابات لان هو مش عاجبنا واحنا مش هنروح نعمل وحده معاه. وانا عارفه كويس قوي انه النقابات والعمال قادرين ان هم يرموا ده كل ده في الزباله ويبنوا من اول وجديد، بس لازم يبتدوا يحطوا قدامهم قدام بعض، لازم يبتدوا يدوروا على بعض. العمال المناضلين بجد لازم يبتدوا يدوروا على بعض ويبتدوا يشوفوا هينظموا نفسهم ازاي. وفي الحياه التنظيم ليه اشكال كتيره جدا. دي ممكن يبقى نقابه، ممكن يبقى رابطه، ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا. كل اشكال التنظيم اللي تخلي العمال يناضلوا ويساعدوا بعض مهم. مفيش حاجه فيها تخلي الثانيه تركن على جنب. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه واحنا شغالين في ده وعايزين نوصل لده، واحنا ينفع ان احنا نسيب زمايلنا اللي بيتحبسوا؟ واحنا ينفع ان احنا نسيب زمايلنا اللي اتضربوا بالخرطوش واتضربوا بالغاز المسيل للدموع من الجيش جوه مينا العين السخنه؟ هو احنا ينفع انه يبقى حد واقف عشان ياخد حقه نسيبه معزول لوحده؟ لا. ازاي نصلح تنظيماتنا ونرمي منها كل خالي جاي عشان مصلحه؟ ازاي نحط ايدينا في قدام بعض عشان نعمل ده؟ 2 ازاي نقف مع بعض عشان نتضامن مع زمايلنا اللي بيعتصموا ويضربوا عشان حقوقهم في كل موقع؟ نتضامن مع بعض عشان نخرج زمايلنا اللي لسه محبوسين لحد دلوقتي. 3 ازاي في المرحله اللي احنا فيها دي نقول ان عمال مصر مش كلهم اتحاد العمال ولا شويه الناس اللي رايحين يقولوا احنا بنأيد شخص معين، وانه في من عمال مصر اللي بيخرجوا في كل وقت ويقولوا لا في ناس ثانيه شايفه ان الشخص ده مش بيحقق مصالحنا ولا هيحقق مصالحنا، وبالتالي احنا بنقول لا ودول ما بيعبروش عننا. حتى لو الصوت ده ضعيف دلوقتي بس دي مساله مهمه، لان هم
عايزين يستخدموها في الديكور، عايزين يقولوا قدام العالم كله كل الاتحادات المستقله والغير مستقله ورا السيسي وورا النظام اللي بيتبعها وبيحبسها. لا، اي صوت حتى لو كان ضعيف بيكسر الصوره دي وبيقول لا في عمال تانيين وفي ناس تانيه شايفه انه الاتجاه ده غلط، انا رايي انه مفيد حتى لو ضعيف. ان احنا لانه هما دلوقتي بيحاولوا ياخدونا عشان يحطونا دكور بعد كده هيدوسونا بالجزم في الحقيقه، فاحنا محتاجين ان احنا ما يخلش علينا الموضوع ده ونكمل مشوارنا اللي احنا ابتديناه من زمان، وكان في صعود في 2006 لحد دلوقتي، لانه لسه مشوارنا طويل. الثوره المصريه والحركه العماليه المصريه هما الاثنين في مرحله حرجه، محتاجين ان هما يعدوا المرحله الحرجه دي. الثوره المصريه لن تنتصر الا بالعمال المصريين، والعمال المصريين لن ينتصروا الانتصار الكامل بتاعهم الا بانتصار الثوره المصريه. وبالتالي العمال، انا رايي كمان انه اللعبه اللي بتتلعب بتاعه انه العمال ما لهمش دعوه بالسياسه، العمال ما لهمش دعوه بالسياسه، العمال ما لهمش دعوه بالسياسه، غلط. لما العمال ما لهمش دعوه بالسياسه عايز تستخدم العمال دلوقتي ليه؟ عشان تبروز انه العمال وراك. فالحقيقه انه النكبه بتاعه العمال ما لهمش دعوه بالسياسه بتستخدم في اوقات، واوقات ثانيه العمال ليهم دعوه بالسياسه وبيقولوا الراجل ده كويس. ده لازم حاجه ننتبه ليها طول الوقت. احنا كل نضالنا سياسه، اكل العيش سياسه، السياسه اللي بتتحط في البلد دي بتاثر علينا بشكل مباشر. الخصخصه سياسه وطردتنا من المصانع، قانون التظاهر سياسه وبيتطبق علينا، مفيش حاجه اسمها العمال ما لهمش دعوه بالسياسه، العمال هم كل مطالبهم وكل حركتهم لب السياسه. الفرق العمال ممكن يبقوا يعني مش لازم يبقوا بيتبعوا الا حتى لو الافراد بيتبعوا احزاب وقوى سياسيه معينه، بس في الاخر مصلحتنا واحده، مصلحتنا مرتبطه بسياسه البلد دي. ما ينفعش ان هم يحاولوا يقنعونا انه احنا مالناش دعوه بالسياسه. امال لنا دعوه بيه؟ شكرا.